السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، محاضرتنا اليوم عن اللوغاريتم والإكسبونشال الدالة الأسية. الدالة الأسية هي اللي وصفها f of x يساوينا a للأس x. a هو أي عدد ما يكون لا واحد ولا يكون أكبر من صفر، لأنه الصفر مرفوع لأي أس هو صفر، والواحد مرفوع لأي أس هو واحد، فمستثنين هاي العددين، ويكون الأس هو المتغير المستقل X. الدالة الأسية طبعاً نستخدمها أكثر شيء بالإحصائيات، نستفاد من عندها في تمثيل عدد السكان، نمو، يعني هي حالة نمو أو نقصان، تستخدم في حالات النمو، معادلات النمو والنقصان. عكس الدالة الأسية هي الدالة اللوغاريتمية، طبعا نحن نحكي عن خصائصهم في باقي المحاضرة، خصائصهم شلون نشتقهم، شلون نمثلهم. فالدالة الأسية تستخدمها في دالة النمو والنقصان، عكسها هي دالة اللوغاريتمية اللي نستخدمها في وصف أو للتوقع للتوقع أو الكثافة السكانية أو أي تمثيل داخل للدالة. الدالة الأسية هي هنا هي أمثلة عليها f of x يساوي 2 للأس x. أساس f of x هي 2، الجي x دالة الجي x هو أساسها 3، والدالة HX هي أساسها 10، مرفوعة كلهن للقوة X. X في حالة إذا فرضنا أنه قيمته يساوي 2، فنقدر نطلع نحصل على قيمة الدالة بتعويض عن المتغير X. هنا إحنا عندنا مثل ما عندنا الطب حالة عامة وأكو حالات خاصة، الطب خاص مثلاً طب أسنان، طب باطنية، طب جراحة قلب، فيتخصص. فإحنا عندنا نفس الشيء، الدالة الأسية نوع من عندها هو صح ولا الدالة الأسية الطبيعية اللي بدال أي رمز الـ EE هو إلى قيمة 2.7 اللي قربين العدد هذا 5 مراتب عشرية. فهنا هاي الدالة f of x يساوينا بدال ما أي هي E. إيه هي قيمتها بين 2 وبين 3، يعني هنا هذا الرسم اللي قدامكم لما y يساوينا 3 للأس x، هذا رسمه باللون الأزرق، واللون الأخضر الدالة y يساوينا 2 للقوة x، اللون الأحمر الدالة هي exponential المرفوعة للقوة x، يعني هو هذا تمثيله اللي هو يقع بين 2 و3. هنا هسه هاي الدالة اللي هي صح الدالة الأسية طبيعية natural exponential. هنا احنا نعرف انه قيمة الـ E هي قلنا 2.7 مرفوعة للقوة X. هنا هسه لما نضط قيم X، فالرسم اللي قدامكم يوضح لما قيمة X سالب 3 سالب 2 سالب 1 0، فتمثيلها بهذا الشكل. شنو خصائصها؟ عند الضرب تجمع الأسس، لما مرفوعة تكون القوة بالسالب فنقدر نقسمها صار واحد على exponential، لما نقسم دالتين أسية فيصير الطرح بين الأس، لما نضربها باور يعني إنه إيه لقوة X مرفوعة لقوة N فنضرب هذا الباور، وهاي الأمثلة قدامكم الواضحة. هذه بالنسبة للدالة الأسية، يعني هي بها دالة أسية عامة اللي هي أي مرفوعة للقوة X، وحالة خاصة اللي هي صح ولا الدالة الأسية الطبيعية هي E لمرفوعة لقوة X. نجي الانفيرس مال هاي الدالة الأسية صح ولا اللوغاريتم. اللوغاريتم لما Y يساوينا لوغاريتم للأساس A لـ X، هاي الدالة اللوغاريتمية هي هذه الدالة، هي انفيرس للدالة exponential. ناهس لو نشوف الأساس A اللوغاريتم هي نفس الشيء لما Y يساوينا الدالة الأسية A مرفوعة للقوة X. طبعا لازم تكون الدالة يعني هاي في شيء
لازم يعني شرط ان تكون الداله 1 تو 1 يعني ما تاخذ لها صورتين يعني كل عنصر الى صوره واحده. هنا الدومين مال اللوغاريتم يساوينا الدومين اللوغاريتم هي من صفر الى انفينيتي يساوينا الرينج مال الداله الاسيه والعكس هم الصحيح. يعني هنا عندنا هذه هنا باللون الاحمر القانون مالته لما الواي يساوينا لوغاريتم للاساس اي لي اكس يساوي تؤدي هاي الانفرس مالته اكس يساوينا اي. هاي تحفظونه حفظ لان هو هاي خلاصه مالت هاي لما تكون داله لوغاريتم داله اسيه. شوف هنا هسه مثلا بالفيجر الاول عندي اساسات مختلفه لوغاريتم الاساس 2 ولوغاريتم الاساس 3. لو شوف الرسم هذا عكس طبعا الداله الاسيه نتذكر هذا الشكل اللي على يمين الشاشه هاي هنا الداله الاسيه باللون الازرق واللون الاصفر هو الداله اللوغاريتميه. طبعا اثنيناتهم يكون يعني الهن شروطهن والهن القيمه مالتهن. زين هنا هاي هسه يعني في المثال او مقارنه بين اللوغاريتم للاساس اي وهنا بين الداله الاسيه اي المرفوع على اس اي. هنا عده امثله هاي الصيغه اللوغاريتميه وهنا على جهه اليمين الصيغه الاسيه حتى بينت لكم يا شلون استفاد من انه الداله الاسيه هي انفيرس اوف لوغاريتم. هاي هنا مثال اسكات واي الداله يعني ارسم الداله واي يساوي لوغاريتم الاساس 2 القوه اكس. اكس هنا عندي عده قيم مثلا لما اكس يساوي 2 للقوه 3 فنعرف احنا اكو قاعده انه لوغاريتم 2 لوغاريتم الاساس 2 لي اكس لي 2 اي لوغاريتم للاساس للقيمه نفسها يساوينا 1 وهذا الشكل يوضح. هاي هنا الخصائص مال اللوغاريتم هذا اللي نحكي عنه. في حاله الضرب تكون نجمع اللوغاريتم في حاله القسمه نطرح. طبعا هنا حاله الضرب هنا انتبهوا عليه اكس في واي يساوي لوغاريتم لاكس زائد لوغاريتم لواي. هنا ليس انه الجمع هو عباره عن نوزع اللوغاريتم عليهم اثنيناتهم هذه خطا. انا اعطيتكم الجهه اليمنى هي الخطا انه ما يستخدمها والجهة اليسرى هو القانون عندي. هنا لوغاريتم x على y هو يصير الطرح مال لوغاريتم x ناقص لوغاريتم y مو انه اجي اوزع اللوغاريتم على ال x وعلى ال y على جهة اليمين هذه لا منها خطأ ما يصير لا يجوز. هنا اذا مرفوع على الاس x مرفوع على الاس n فنضرب n في اللوغاريتم بس انه هنا ما ساوينا مو هي اللي مرفوعه لكل اللوغاريتم يعني الداله كلها مرفوعه للقوه ان هذا احنا ما يصير انه نرفعها انه لما تكون هنا اكس مرفوعه للاس ان نقدر نضرب الان في اللوغاريتم بس مو انه تكون الداله هي كلها مرفوعه. لوغاريتم هنا الفقره الرابعه لوغاريتم اي للاساس اي يساوينا 1 اي شيء لوغاريتم مثلا 5 للاساس 5 يساوي 1 لوغاريتم 3 للاساس 3 يساوي نوع. اي رقم اساسه نفس الرقم يساوينا 1. هنا لوغاريتم الواحد ليش يساوينا 0 يعني لوغاريتم 5 لوغاريتم 1 للاساس 5 للاساس اي اساس دائما 1. احنا لو نشوف هذا الشكل اللي على يمين الشاشه شوف هنا لوغاريتم x للأساس 2 لوغاريتم x للأساس 3 كليته هنا ليش هنا يعني لما قيمة يعني هنا تتقاطع الدالة ويا المحور السيني فلهذا عندنا y قيمتها صفر هنا فلهذا لأن تتقاطع الدالة تتقاطع ويا المحور السيني فقيمة y يساوينا صفر. هنا عدة أمثلة حتى ابين لكم عمليه الضرب، عمليه الجمع، الطرح، شلون استفاد من الاس، يعني واضحه قدامكم. مثل ما قلنا الداله الاسيه حاله خاصه الداله الاسيه الطبيعيه، اللوغاريتم عندنا لوغاريتم ولوغاريتم الطبيعي. قبل ما احكي عن اللوغاريتم الطبيعي اكو صح ولا اكو مرات احنا ما نخلي
رقم يعني الأساس صح ولا هذا الطبيعي هو لوغاريتم الأساس 10، فهذا صح ولا لوغاريتم 20. بس هسه نرجع على اللوغاريتم الطبيعي اللي هو الانفيرس مال شنو الاكسبونشال مرفوع القوة x، فشيء قابل شيء. احنا قلنا هسه الدالة الأسية قابلها شنو لوغاريتم، والدالة الأسية الطبيعية قابلها اللوغاريتم الطبيعي، اللوغاريتم الطبيعي اللي هو لين x. هنا عندنا خصائصها انه هاي قوانين هاي تنحفظ، لين واحد يساوي ناقص زيرو، لين ويا الاكسبونشال يعني اللين هو يلغي الاي والاي تلغي اللين، يعني واحد يلغي الثاني فيبقى العدد نفسه. لين هاي هنا عندنا لين اي يساوينا واحد، هاي قاعدة. هنا هم خصائصهن وذاكرة مثال لكل واحد لكل خاصية، ومطيع مثال أخير شيء إكزامبل شلون استفاد من الخواص من خصائص اللوغاريتم شلون أحل المسألة. هنا هاي أربع قواعد هم تستفاد من عندها في حال الأسئلة، بس تنتبهون عليها كلش يعني كل زين تنتبهون عليها، لأنه هي قاعدة لحل الأسئلة معظم الأسئلة. بس عندكم هنا القاعدة الرابعة لوغاريتم أي لوغاريتم X الأساس أي، هاي قاعدة مهمة القاعدة الرابعة اللي هو شلون أجي أبين لوغاريتم، لأن إحنا نستفاد من عندها بالمشتقات. فنقدر بدل ما أكتب لوغاريتم X أساس أي أقدر أقول لين X على لين أي، هذا أقدر أعوض عن هذا الشيء. هنا هم أمثلة، عدة أمثلة أقروها، واللي عنده سؤال نتناقش بها إن شاء الله عن الإكسبونشال عن اللين. زين عندنا المشتقات، المشتقات هنا هسه نشتق أول شيء لوغاريتم. إحنا قلنا هسه دي ساعة قلنا لوغاريتم هسه يو للأساس أي، إيش نقدر نقول لين يو على لين أي. فهنا شلون اشتقيتها هذا قدامكم نوضحها، هاي بهذا الشكل. هنا مثال هسه جد مشتقة لهاي الدالة، أجي أشوف الدالة هي شنو لوغاريتم مفتوح للقوس 4x تربيع زائد 6x للأساس 4. زين أجي القانون شي يقول هنا أول شيء مشتقة الواي هنا لازم شنو أجيب واحد على يو، يعني نفس هاي الدالة هنا مو هنا يو 4x تربيع زائد 6x وهذا يو، فأسوي واحد على هاي القوس. بعدين شنو هنا بالقانون لوغاريتم، أجيب اللوغاريتم إي للأساس 4، يعني شنو اللوغاريتم إي للأساس 4 يعني لين إي على لين أي، فأجي أكتبه يعني دا أطبق القانون مباشرة في مشتقة الدالة. مشتقة الدالة هنا 8x زائد 6، خلاص الموضوع شوي بسطها خلاص. هنا هسه مثلا جد المشتقة لهاي الدالة لوغاريتم 3x زائد 1 للأساس 10، نفس الشيء أطبق القانون 1 على يو، هنا هذا اللوغاريتم وهنا مشتقة الدالة، أبسط وخلص الموضوع. هنا عندنا الاشتقاق بالنسبة للين في حالة إنه مثلا مشتقة واي يساوين واي يساوين لين اكس، يعني يصير واحد على اكس. بس إذا لما كانت مو اكس أدي دالة يعني اكس تربيع مضروبة بقو مضروبة بمتغيرات أو وياها ثوابت يعني دالة، فأجي هسه هنا هم نفس الشيء أجيب القانون القاعدة وأطبق عليها. مشتقة الواي شو يسوينا هسه واحد على يو، هي يعني هاي لأنه عملية ضرب، يعني أعتبر أكس تربيع دالة مضروبة بلين 4x، يعني عندي دالتين وأضرب. تتذكرون بالمحاضرات القبل أنه الاشتقاق شو يكون إذا عملية ضرب، مشتقة الأول في مشتقة الثاني زائد مشتقة الأول في الثاني، وبسط وطبق. ايش عندي خصائص؟ اهم شيء تحفظون الخصائص والقوانين حتى اقدر اسيطر عليها. هنا عندنا هسه مثلا واي يساوي لين تان اكس، هاي عندي داله واحده، هنا هاي بالمثال اثنين تان اكس زائد سيكا اكس اللي دي المشتقه مالتها، اجي اطبق مباشره قانون اللي هو لين يعني واي يساوي لين يو، شو يساوي لنا مشتقه واي يساوي واحد على يو، اجي اكتبها نفس الداله هاي لين اكتبها واحد على تان اكس زائد سيكا في مشتقتها، في مشتقتها نعرف التان يعني اشتق اول شيء التان واشتق السيكا وابسط. وهذه نفس مثل اي واحد عنده سؤال عليها مستعد نجاوبه، هي مجرد يعني شرحتها بالتفصيل
عندك هنا هم نفس الشيء، الدالة الأسية والمشتقة مالتها والتكامل، القوانين مجرد تطبق وروها أي شيء بيها، أي استفسار نتواصل إحنا. هنا هم من التكامل، هنا التكامل بالنسبة للإكسبونشيال ديو، يعني إحنا شنو نقول يو؟ يو لما إذا X بس مثلا إكسبونشيال مفعول للقوة X، X أجي أشتق مباشرة، بس يو شنو تعني؟ مثلا نقول مثلا 2X أو X تربيع أو أي دالة، يعني إي مرفوعة لدالة فنسميها يو وتطبق عليها هذا الكلام. هنا هاي طبعا الدالة الأسية والطبيعية، يعني هاي للدالة الأسية شوف الطبيعية شلون تفرق. الطبيعية مجرد اشتقاق يعني تكامل أكاملها، هنا لا تنتبهون إنه يصير واحد على لين أي، يعني هذا القانون تطبقونه بالشكل، هو المثال يوضح هذا الشكل. أنا إلي هنا خلصت محاضرتي وأشكركم شكرا جزيلا.